اللي اقول وش صار على السياره جت؟ هي اصلا زاهبه من اول. الطياره انا كلمت الكابتن فؤاد. ايه يقول انه صاف ورا العادريه والتجار عساهم دعموا الشباب. ايه بد جاهزين تاكين في ملفاتهم اجمعوها. ايه وملفاتهم جيبوا لي اياها. نصهم شققوها من الزعل. من الزعل؟ اذا هو زعل جسمه لو يخسر. عاد انا كتبت قصيده مو كتبتها سرقتها من اخوي الشاعر ابراهيم حكمي. ايه الزعل وشو يفيدي وش يفيده من جديد؟ الزعل وشو يفيدي؟ والله ما يفيد شيء. ما يفيد شق ملفات. ايه ما غير خسروا انفسهم ريالين. ايه والله تدري الريال ينقص من مليون. انت لا منك جمعت ريال فوق ايه؟ ريال يطلع كم؟ مليون. لا ريالين. صح صادق. ايه اقول نادلي واحد اسمه بندر العلي واحد من عمان قال له محمد الذهلي عماني. والله حب حقين عمان عشان صلاله. لا والله ربعي طيبين. واجد في ذاك طيبين. ايه عندهم القاء ما يقولون المجلس يقول المجلس. ونعم والله انهم زينين. ناتم طيب لبى قلبك. وش اسمهم؟ محمد نسيتهم؟ انا مخي منتهي. طب ضف وجهك بقول لك بصوت لك محمد الذهلي. الذهلي من عمان وترك محمد العلي. حتى المخرج قام يخبص. ايش يقول لي؟ ايش يقول؟ محمد الذهلي. محمد ايش؟ العلي. كل واحد يصرف لك اسم. ولد العلي متسابق من عمان. ولد الذهلي. اي ولد الذهلي على كيفك يا مخرج حط لي وش الذهلي والسعوديه تقول الذهلي والكويت شنو هذا يعني كلنا اخوان وعرب حتى لو اختلاف الاسماء. ولد الذهلي وينه؟ يا مرحبا والله سمع. ولد العلي حياكم الله. يا ان شاء الله فالكم الطيب ان شاء الله. يا مرحبا وراكم سبقتوني على مهلكم ان شاء الله لاحقين خير ان شاء الله خير ان شاء الله. عاد تراني احب عمان واجد. الله يبارك. توني مصيفين في صلاله انا والاهل والعيال. والله ديرتين زينه الحمد لله رب العالمين. حياك الله. خلص علي تفضل. خلص علي تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. انت شو اسمك؟ بندر العلي. اسلح بالله هناك في صاله الاستقبال. السلام عليكم. هلا محمد الذهلي. اي نعم. من عمان الشقيقة. اي نعم. تحياتي لكم ولأهل عمان. الله يجزيك. ونبارك لكم باليوم الوطني. الله يجزيك الخير. وكلكم تاج عروسنا. بارك الله فيك. عشان ما يكون بين رسميات شلبشت. احنا اخوان. من ادم. من ادم. وحواء. وحواء. اي بالله. وراك ساكت كذا. من ادم وحواء. تعرف في ذي فيك شيء انت؟ لا لا ما فيني شيء. طايح على راسك؟ لا والله ما فيني. خذ شباب سعيد. يقولون صوتك زين ان شاء الله. زين ولا حول سامج؟ تفضل معي تعال. استله على اذنك انا بنام. تفضل راحتك. استله هنا استله. والله تعبت نفسك واجد يا طويل. تعبت والله من مشكله وراني رحله عقب ساعه. ايه وش مشروعك يا ابوي؟ مشروعي في البرنامج ولا بعد البرنامج؟ ان شاء الله بعد البرنامج ان شاء الله. اعمل مؤسسه اعلام واعلان. ايه فيها من تسجيل صوتي اللي هو الانتاجات الفنيه الصوتيه وتصميم الهويات. ايه تصوير المناسبات وانشاء المواقع الالكترونيه. ما خلت شيء. تبي تدخل فيه مشروع انت؟ سوي كاش انت وجهك ما شاء الله. يعني المقصد ان عندي زملاء في السلطنه موهوبين وان شاء الله استغل هذه المواهب. سمعت انك رياضي ما دخلت مشاريع الرياضه؟ الرياضه حاجه دائما يعني تكون فينا نمارسها يوميا. شفت ذولي؟ ايه تقعد تفقع وجيههم؟ لا والله ما نفقع وجيههم. رياضي انت ولا؟ ايه رياضي بس ليش نفقع وجيههم؟ طيب سمعني شيء ابى استكن على صوتك شوي بسرعه يلا تكفى. عشان اوقع معك عقد اذا صوتك زين. صوتك مو بزين بمشيك. اي لون تريد؟ لون احمر. اضحكوا يلا سمعنا. كويس يا طويل العمر. يا رجل السلام والهمه يا قمه ما بعدها قمه لك في بلاد الارض شعبيه شرقيه كانت وغربيه
قابوس والحكمة عمانية منهاجكم دروس. الله. قابوس يا قلبي قابوس يا قلبي عاش حبيب الشعب للشعب بربه محروس. جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. عاش حبيب الشعب للشعب بربه محروس. عاش قابوس. خلاص يا عمره طويل ان شاء الله. نعم. لو ما قلت قابوس ما توسطت لك عزيز وغالي، لان عمان تاجنا عروسنا ونحبهم كثير، وانت مبروك. الله يبارك فيك. لا يطق طيب. لا خلاص 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 بإذن الله راجعين كلكم بإذن الله. جميل 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 بإذن الله راجعين. أطوش ماغي تعال يا عاد يا طول العمر. تعال خوينا يستاهل العماني. أطول اللعبة ذي سحب علي طول. أبغى ألعب شوي جبها بسرعة. قضبوها قضبوها صفقولي ولا مشكو مشكو. لا لا قضبونها لك. بسم الله بسم الله. سويش على مهلك على مهلك. لا إله إلا الله. يا الله تحفظه. يا الله تكمله بعقله. يا الله تحفظه. هذا وانت ما شاء الله دخلت في 40. أجل لو أنك في 20 إيش بتسوي؟ لازم. وأنا والله من نوع نشتي سعادتي بستانس. كاش قضبوه قضبوه. تلعب معي؟ لا والله لا والله تلعب معي. الديسك عندي. أقول والله لا ينقطع بس ترجع. أقول امشي امشي. خلني أعرف امشي 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 امشي. يا من شرانه من حلاله عله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يسامحك يا طول العمر. الديسك. شوف البس البس طاقيتك يلا البس 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 طاقيتك البسها البسها. بالشماغ تبيه؟ في بالشماغ؟ يلا طب 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 طب. محفره طب 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 بندر يلا طب بسرعه اخلص علينا فضيل كنا. اي بسم الله عليك. يا الله يا راسك راسك يا طول العمر الله يحفظك. سهل بسم الله عليك. طاق صدرك بس اقالك اخوي بندر وش مشاريعك؟ الله يعطيكم العافية يرجعوا من قلبكم. مشاريع داخل القرية ولا بعد القرية؟ والله راح أواصل مسيرتي في الأعمال التطوعية. إي ومبادرات. إي وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن الله يستر. رصيدك كويس ولا مضروب؟ والله ما أدري. إن شاء الله إنه كويس. وشو؟ إن شاء الله إنه كويس. ما ادري ايش اقول لك يا بندر. اول شيء اشكرك من الاعماق على حمله تبرع بالدم. الحمد لله. والله مستغرب عليك يا ولد العلي. افدت المجتمع وسعدت الناس. بالاضافه انه نبغى مثل هالحملات. لكن للاسف انت نمونيه. ها؟ نمونيه. تفضل اخوي بندر. ترجع بالله.